أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فتكون النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب السيئة وأخذ به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وإذا قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرة فنبرأ منهم كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم وحسرة عليهم وما هم بخارجين من النار. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا نار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أكله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونكم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيبد أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأقناب تجري من تحتك الأنهار له فيك من كل ثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إقصار فيه نار فاخترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل ربا وأخذ الله البيع وحرم ربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى من عد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. واختصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرات من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ومكواه نار وبئس مثوى الظالمين. الذين قالوا إن الله آخذ إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله نار. قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتم قل قد جاءكم رسول من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فكنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل الجنة ربنا إنك من تدخل النار فكل أقزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون يقولون في بطونهم نار ويصلون السعير. ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نار خالدا فيها وله عذاب مخيم. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله النار
وكان ذلك على الله يسير. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولكم عذاب مقيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساد والله لا يحب المفسدين. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومكواه نار وما للظالمين من أنصار. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ويوم يحشرهم جميعا يا محشر الجن فقد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذين أجللت لنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال نار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منك خلقتني من نار وخلقتك من تين
والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا دركوا فيها جميعا فقالت أخراكم لأولاهم ربنا هؤلاء ضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. له من جهنم مهاد ومن فوقهم جباش وكذلك نجزي ظالمي. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينكم أن لعنة الله على الظالمين. وإذا صرفت أبصارهم تلك أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي نارهم خالدون. يوم يحمى عليها في النار جهنم فتكوى بها جبابهم وجنوبهم وذكورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ألم يعلم أنه من يحدد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيه ذلك خزي العظيم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار النار جهنم خالدين فيها هي قصبه ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
أريخ المخلفون بمقعدهم خلاف الرسول الله وكريه أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في السبيل وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جروف نخار فانخار به في النار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أولئك مخواهم النار بما كانوا يكسبون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب نار هم فيها خالدون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يقدم قومه يوم القيامة فأورادهم النار وبئس الورد المورود. فأما الذين شكوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ولا تركبوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فإن تحجب فعجاب قولكم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب نار هم فيها خالدون.
وإن تعجب فعجاب قولكم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربي وأولئك الأغلال في أعناقي وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أنزل من السماء ماء فسلت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا ربيع ومما يكيدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب دفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن السبيل قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار سرابيلكم من قطران وتغشى وجوهكم النار والجن خلقناه من قبل من النار السموم ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ورأى المجرمون نار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا أتوني زبر الحديد حتى إذا صب بين الصدفين قال انفخ حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه كترا
ازرع نارا فقال لأهله إن كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كتب عليه أنه من تبلاه فأنه يدله ويهديه إلى عذاب السعير. خزاني خصماني اختصموا في ربهم الذين كفروا قطعت لكم ثياب من النار يسد من فوق رؤوسهم الخميم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تخرف في وجوه الذين كفروا المنكر. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل فأنبئكم بشر من ذلك النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. زجاجة كأنها كركب دري يقاد من شجرات مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار. نور على النور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومكواكم النار وبئس المصير. بل كذبوا بالساعة واقتدنا لمن كذب بالساعة السعير.
إذ قال موسى لأخيه إني آنست نارا فآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بوريك من في النار ومن حولك وسبحان الله رب العالمين ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلى ما كنتم تعملون. فلما قد موسى الأجل وسر بأكله آنس من جانب طور نارا قال لأكله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا خمان ولا تيني فاجعل لي صرخا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذت من دون الله أوثانا مبد بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومكواكم النار وما لكم من ناصرين. وإذا قيل لكم اتبعوا ما نزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وأما الذين فسقوا فمخواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها ودوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسولا.
فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. قالوا أبنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينكما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنكم سالوا النار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. إن ذلك لحق تقاسم أهل النار. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا قبله نقمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. له من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخفف الله به عباده يا عبادي فاتقون. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى جواتي ويا قوم ما لي أدعوكم إلى نجاتي وتدعونني إلى النار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأنا المسرفين هم أصحاب النار.
نار يخرجون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا على فرعون أشد العذاب. وإذ يتخاجون في النار فيقول ضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من الغزاء. في الحميم ثم في النار يسجروا. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. وإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستكتبوا فما هم من المكتبين. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجميع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومكواكم النار وما لكم من ناصرين. ويوم يخرد الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الخن بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. ويوم يخرد الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الخن بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ويوم يخرد الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها نهار من ماء غير آسن ونهار من لبن لم يتغير طعمه ونهار من خمر لذة للشاربين ونهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربي كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون يوم يدعون إلى النار جهنم الدع هذه النار التي كنتم بها تكذبون فاكهين بما آتاكم ربكم ووقاكم ربكم عذاب الجحيم يوم يحسبون في نار على وجوههم ذوقوا مس السقر وخلق الجان من مارج من نار يرسل عليكما شواظ من نار ونقاس فلا تنتصران أفأريتم النار التي ترون فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير لن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولكم في الآخرة عذاب النار فكان عاقبتكما أنكما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يخصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسكخا لأصحاب السعير. ثم الجحيم صلوه. كلا إنها لظى. مما خطيئاتهم أغرقوا أدخلوا نارا فلم يجدوا لكم من دون الله أنصارا. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إن لدينا أنكالا وجحيما. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء
وَمَا يَخْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا خُبْرُ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِيلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. ثم إنكم لصال الجحيم ويصى السعير. النار ذات الوقود الذي يصلى النار الكبرى تصلى نارنا خامية. ثم كان من الذين آمنوا وتوسوا بالصبر وتوسوا بالمرحمة فأنذرتكم نارا تلزع عليهم نار مقصد. فأنذرتكم نارا تلزع إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فالموريات قدحا المنش نار خامية نار الله الموقد سيصلى نارا ذات اللهب.